وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، اليوم أردت أن أجعل الحديث ما هي الطريقة التي نصرف عنا الغموم والهموم، وكيف لنا وكيف السبيل أن نطرد الأحزان. ولا بد قبل أن أدلف إلى الموضوع من هذه المقدمة. يقول الإمام محمد بن حزم الظاهري، يقول أن الناس لو بحثت في أحوالهم لوجدت إنسان، بعضهم يطلب المال، بعضهم يطلب النساء، بعضهم كذا، بعضهم لا يريد المال، لا يريد النساء، لا يريد، لكن الجميع يتفق على أمر واحد، أنه يريد أن يتخلص من الغموم والغموم والاكتئاب والهم والحزن. يعني هذا الأمر تشترك فيه البشرية، لا علاقة له لا بالدين، الجميع يشترك في أمر مطلوب للجميع. يعني لا يعرى أحد من الخلق من هذه المسألة. كل واحد منا، هل أحد من الهم سالم؟ ما في حدا. مرة ذكرت لكم برمضان، بدروس رمضان، أنه حتى الحصى ما تنجو من الهم، عم يدعسوا عليها يوميا، هو جماد، فما في أحد من الهم سالم. كثير من الناس يعني يكون نهاره كالليل والليل كالنهار، تعبان، مهموم، ما يعرف، في غموم كثيرة. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الإنسان ضعيف بطبعه، ضعيف البنية، ضعيف الجسم، ضعيف الإرادة، ومع ذلك الآفات إليه كالسيل العرم. طيب، هو مع ضعفه عم تجي بلاوي، فلا بد له من معين وناصر ينتصر به على هذه الآفات. كيف السبيل؟ أن يستعين برب العالمين. طبعا حتى يطرد الإنسان الهموم والغموم لا بد له من ثلاثة عوامل، لا بد له من ثلاثة عوامل. العامل الأول أن تجعل همك مرضاة الواحد الأحد. يعني كل واحد عنده هموم، واحد همه يزوج أولاده، واحد همه يدفع أجار البيت، واحد همه يسكر الكريدت، واحد همه يتزوج إذا مو متزوج، واحد همه يعني يترقى في عمله، واحد همه الله يعافيه من مرضه، واحد همه مثلا يحب إنسان أو يحب إنسان. هموم، رغبات لم يصل إليها فاغتم واهتم لها. طيب، أول عامل مشان تطرد الهم والحزن عنك والاكتئاب أن تجعل همك الأول والأساس شو هو؟ مرضات الله. لأنك لو جعلت همك الأساس والرئيس مرضات الله، كافأك الله عز وجل بأن صرف عنك باقي الهموم. تخففوا من الهموم ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه. يعني بمعنى، في واحد تجلس معه همه الأسهم، أخي والله كل يوم عم ننزل نقعد الساعة 8 الساعة 10، مؤشرات خضراء وصفراء، أنا ما بعرف فيهم كثير، همهم ينام كذا، نشتري نبيع تليفوناتهم على البروكر أو يخلص البطارية، مهموم. طيب شو صليت اليوم؟ إيه صلينا، صلي. طب ما شاء الله قرأت شيء من القرآن كذا، تصدقت على فقير، زرت أرحامه، فكرت بي. لا، همه فقط همه الدنيا، يعني همه حياته كل الدنيا. فلان خسر، فلان الذهب الآن ما أدري مين، العقار. أنا ليس المفهوم من كلامي أن الإنسان يترك الدنيا، استغفر الله، لا، يعمل للدنيا ويقدرها قدرها،
بس ما يجعل همه فقط دنيا، يعني بس همك وين الله؟ أين مرضات الله؟ إن هذا القصدت بكلامي، حتى لا يفهم من كلامي دعوة إلى الكسل والخمول وترك العمل، لا، أن تهتم وأن تعمل. وقال تعالى يعني فامشوا في مناكبها، لكن خلي همك الأساس، يعني بدك تهتم لشيء، اهتم لله، اهتم لدين الله، اهتم للحلال والحرام، اهتم كيف تربي أولادك، اهتم إذا مات الإنسان أن يترك بعده أولادا بررة يدعون له، يقولون اللهم اغفر لي أبي، اللهم، هذا الهم الحقيقي. أما الهم فقط الدنيا، أهم شيء البوزيشن تبعه، ما أدري مين، وحركات كلها، هذه كلها ما تساوي شيء. الله قال بسورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. الله قال فأراد ربك، لأن أبوهم كان صالح، عرفتوا كيف أخواني؟ فأول عامل من عوامل صرف الهموم والغموم أن تجعل همك مرضاة الواحد الأحد، ولا تهتم للرزق. أعيد، ليس معنى كلامي أن تترك العمل، يعني في واحد بينام بفكر يقول يعني معقول رح يخصموا الراتب، معقول رح يفنشوني، معقول كذا. في آية أرجو منكم أن تحفظوها، وأن ممكن أنتم حافظين أو سمعانينا، لكن بدي منكم تفكروا بحروفها وأن تنقلوا هذه الحروف وهذه الآية إلى من وراءكم، فكر فيها الآن. لو قيل لك ولله المثل الأعلى أن فلانا من الأثرياء والله هو الغني، واحد من الأغنياء، واحد صاحب السلطة وكذا، وعدك بشيء، قال لك أنت لك عندي هدية، يعني بتطمن وفرحان، وسماء أنت ما وصلتك الهدية، فرحان ليه؟ لثقتك بأن هذا الإنسان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني ما بدي أضرب أمثلة ولا بدي أسمي أسماء، لكن إذا واحد يعني إذا قال واحد مرحبا ما شاء الله باليورو بالذهب بالفضة، شغلة كبيرة كثير، فرحان، وهو عبد مثلك. الله، الله الذي خلق الجميع، قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. شو ربنا قال؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لما بتسمع هالآية فكر فيها، نحن قسمنا، قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، هكذا بداية الآية سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني الله عز وجل هو اللي قسم لك رزقه. طيب إذا الله تكفل برزقك بتزعل؟ هلا واحد من جماعة الـ HR، ما HR بقول لك، هذا جماعة الموظفين متحطت علي وكتب التقرير مو منيح، مشان هيك ما اجتني العلاوة، مشان هيك ما ادري البونص حرموني منه، ما هذا لأنه الـ HR ما بعرف شو بسموه زعلان مني، لازم أنا طبقه. طيب والله؟ أما القرآن يقول هذا مو أنا، قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو الله عز وجل بده يمسك الرزق، في حدا يستطيع أن يرزقنا؟ ما في حدا، الله. فأنت إذا لما تفكر هالآية، وأرجو أن تفكروا فيها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما بتزعل على شيء، ما تفكر، ما تخاف، أنت بس خليك مع الله. بس هي بدها ذكر، بدها ذكر لله عز وجل، وتريد عناية بالعقيدة حتى تكون مع الله عز وجل. طيب، وبدها إيمان أنه ما كان لك لن يكن ليخطئك، وما كان لك سوف تأخذه على ضعفك، مستحيل، حتى لو أنت مو ما عم تسعى له بدك تأخذه. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل المسجد ورأى أناسا يجلسون في غير وقت الصلاة، قال ما لي أراكم تجلسون في غير وقت الصلاة؟ قالوا نحن المتوكلون. قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أنتم المتواكلون. شوف كلام سيدنا عمر، يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة،
في قصة لطيفة في رجل من السلف اسمه مالك ابن دينار. شوفوا اخواني مشان العامل الاول شو هو؟ شو هو العامل الاول يا ناجي؟ العامل الاول ان تجعل همك الاول مرضاة الله، ما تحمل هم الرزق، الرزق سيأتيك. في رجل من السلف اسمه مالك ابن دينار، قال انا عم باكل، عم ياكل لحمة، فإذا بقط أتى وأخذ قطعة اللحم مني، سرق يعني، سرق. فقال بدي أتبعه لشوف هذا وين راح. قال فتبعته، فإذا به يأتي إلى جحر من الجحور، وبقي يفتت قطعة اللحم تفتيتا صغيرا، ووضعها أمام الجحر. وين حطها؟ أمام الجحر. مالك ابن دينار قال أنا بدي أشوف يعني ليش، مين هذا بالجحر؟ خلينا نشوف هالشهامة وهالكرم اللي سواها الهر لمن؟ قال فبقيت ماكثا أمام الجحر حتى رأيت ثعبانا أعمى. عجيب، يعني أنتم بتعرفوا العداوة بين القط وبين الثعبان، يعني ما صنع وما طرق الحداد شغلة كثير كبيرة. فمن الذي سخر هذا القط حتى يأتي بهذا اللحم رزق إلى هذا الثعبان؟ الذي رزق هذا الثعبان الأعمى في هذا الجحر هل يعجز أنه يرزق؟ لا، بس هي بدها. إخواني أنا قد تظنون أن أنا أمزح، في ناس عنده ملايين وعنده كذا وكذا وبينام وبيهتم بيهدس، أخي ريح صحتك كذا، وأنا ما بحب البارد، وأنا طب خير إن شاء الله، بس كمان يعني الله قال يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله فلا تثب نفسك، يعني لا تقتل نفسك، الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني شوي شوي حنانيك بعض الشر خير من كله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ومرة ذكرت لكم كلام لأحد الصالحين يقول لا تكونوا للمضمون الرزق، شو مضمون ولا مو مضمون؟ مضمون ولا مو مضمون أخي نادر؟ مضمون. فيقول بعض السلف لا تكونوا للمضمون مهتمين، يعني لا تحمل هم كذا كذا وراح يعطوني ما راح يعطوني، لا تكونوا للمضمون يعني الرزق مهتمين فتكونوا للضامن الله يعني متهمين. لا تكونوا للمضمون يعني الرزق مهتمين فتكونوا للضامن يعني الله، من الذي ضمن الرزق؟ الله. لا تكونوا للمضمون متهمين مهتمين فتكونوا للضامن متهمين. والله شو قال؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي دابة تدب على الأرض على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن أول واحد أن تجعل همك مرضاة الله عز وجل، وأن لا تهتم لرزقك، فما كان لك لم يكن ليخطئك، فلا تكون للمضمون يعني للرزق مهتمين فتكون للضامن متهمين. واحد. اثنان، السبب الثاني والهام جدا حتى تطرد الهموم والأحزان، قالوا أن تتسلى وأن تتعزى بالموجود عن المفقود. يعني دائما انظر اللي عندك، شوف عندك أولاد، عندك أولاد، غيرك ما عنده أولاد، عندك بيت، غيرك ما عنده بيت، أنت متزوج، غيرك مو متزوج، أنت الحمد لله بصحة، غيرك ما عنده، عنده مليون مرض وتعبان، ويعني قصص كثيرة. بل إن الله بعض الناس الله حبسه في جسده، جسده حبسه، أصابه الله يحفظ الجميع ويعافي الجميع، أصابه بالشلل فحبسه بجسده. قد يكون أذكى الناس وأقوى الناس، لكن شل الله عز وجل شله فما يستطيع، محبوس، هو محبوس، وغيرك عم يركض. فأنت انظر إلى نفسك، أنت صحة وعافية وبخير الحمد لله، وتأكل وعملية الهضم عندك طبيعية وما في أي شيء،
يعني في بعض الناس يتمنى ما عنده مشكلة بالكبد، وهذا الكبد بيعرفه هذا السادة الأطباء، الكبد شغلة كثير كبيرة فيه معامل، هذا يعني بسموه الجهاز السحري في جسم الإنسان. طيب حتى من لطيف ما قرأت في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فقالوا يعني بالتفسير: ما غرك بربك الكريم، قال من النعم التي يغتر بها الإنسان صحته، ومن أهم هذه الأمور الكبد اللي الله عز وجل أعطاه للإنسان. فقير ما في شيء، ما في مرض ولا في شيء، فقير بس عم يأكل سندويشة فلافل بالزيت والمخلل والطحينة، المليونير عينه على مشتهي يأكل سندويشة، ممنوع الطبيب قال له إذا تأكل هذا فيها هلاكك، هي كلها دسم. عدو الكبد بدك تضل عايش على الطعام المسلوق يشتهي. طب وين فتعزى، يعني دائما قول الحمد لله أنا عندي هيك، لا تنظر إلى غيرك، لا تنظر إلى أيدي الناس. إذا واحد يظل ينظر، حتى للأسف حتى عند الأثرياء واللي بيحكوا بالمليارات دائما عينه لا كذا، هذا صار ترتيبه الأول، لا صار ترتيبه الثاني، ما أدري مين في أمراض. يلي مع الله شو بده؟ من كان الله معه هل فقد شيئا؟ ماذا وجد من فقدك؟ اللي ابتعد عن شريعة الله وعن محبة الله وعن رضوان الله وعن الإيمان بالله وعن اليقين بوجود الله، ماذا وجد؟ لو عنده المليارات لا أكل بيشرب بيموت، وبكرة بيأكل الدود خلاص، هذه حياة؟ لا مو حياة. لكن المؤمن كل شيء عنده بالحياة فيه له معنى، له معنى. قال: أن تتعزى بالموجود عن المفقود. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمسى أو أصبح آمنا في سربه، يعني عنده أمان بأهله وصحته وعافيته بنفسه ووطنه، يعني من أصبح آمنا في سربه. ما في ناس خايفة هلا؟ ما في ناس عم تتغطى بالسماء وتفترش الأرض وبالبرد وبالحر؟ من أصبح أو أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه، الحمد لله صحته منيحة وكذا، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلما الإنسان يفكر بهذه الطريقة بيغتن، بيطلع على غرور. لا يعني اللطيف، يعني ما مر معي واحد صحته كثير منيحة، صحته كثير منيحة بس كثير بحب السيارات، كثير يعني مهووس بالسيارات، بهي ما بعرف ايش سلندر وبوينت وبوينت وما ادري مين، وانا بعرف السيارات كثير. المهم، فكيف اغراه ابوه مشان ينزل وزنه؟ قال له: بشتري لك سياره اللي بدك اياها، بس بشرط تنزل من ال 120 لل 75. طبعا في تراكم نسبة الدهون عنده، كتلة العضلية ما بعرف إيش كذا. قال له: أكيد؟ قال له: أكيد. فمشان السيارة شو ساوى؟ مهموم مهتم، راح ساوى نظام غذائي ويشتهي الأكل اللي بيحبه، الأكل فاست فود ما سموت شو بسموه هذا الأكل تبع السوق، القصص هاي. سبحان الله، قلت: اغتم لما يحب من أجل أن يصل إلى مراده، وهي دنيا. فيا ترى من منا يغتم ويهتم لله لمرضاة الله؟ من جعل الدنيا همه شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن جعل مرضاة الله أو همه مرضاة الله يعني جعل الله فقره في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وبين عينيه. المهم أنه يكون إنسان هم مرضاة الله، وأن يتعزى بالموجود عن المفقود. اللهم صل على سيدنا محمد. في واحد اسمه ابن السماك، شو اسمه؟ ابن السماك، كان جالسا عند هارون الرشيد. هارون الرشيد أيام زمان الخلفاء كان فيهم يعني علم ودين وتقوى وكذا، وكانوا يخافون لما يسمع قال الله قال، يعني فقال له: يا إمام عظني انصحني. شو قال له؟ عظني.
فقال سأعظك. فرأى ابن السماك هارون الرشيد بده يشرب كاسة مي، فقال له كم تشتري هذا الكأس يعني إذا منع عنك، يعني إذا منعوا عنك المي ما في غير هالكاسة، أديش بتشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال وإذا شربته فكم تشتري إذا حبس عنك، يعني إذا واحد يا لطيف صار معه حصر بول؟ قال بنصف ملكي. فقال ابن السماك أف لملك لا يساوي شربة ولا يساوي بولة. يعني إذا شو هالدنيا بتخلي الواحد إذا انحصر شوية بول وأنتم كرامة فيه يموت حقيقة الإنسان. يعني سبحان الله سيدنا علي الله يرضى عنه لما يرجع من الخلاء كان يقول يا لها من نعمة لو يعلم الناس شكرها. إذا الله عز وجل حبس في الإنسان الماء مات، تسمم جسمه. لو حبس الريح لقتلته في جوفه. طيب أحيانا إنسان ما بينتبه، يعني نعم كثيرة فبينسى. فسيدنا رسول الله قال إن العبد يأتي بالأعمال الصالحة إذا وضعت على الجبال أثقلتها. أعمال صالحة كثير، فتقوم النعمة من النعم فتستنقذ هذا كله. يعني نعمة البصر كل صلاته هي خير إن شاء الله، بتساوي واحد إذا صار ما نقول مي زرق أو مي بيضاء، إذا شوي غباشة بعيونه، إذا رشح ما بيتهنى بالصلاة، إذا صار معه مغص ما بيتهنى، إذا أصبحته هيك يعني الأظفر كان يعني مهترئ أو كذا ما يتألم، ما بيتهنى بشيء. إذا شرب شوية مي ويخاف أن يحبس هذا الماء صار معه حصر بول بيتحمل. كنت أقرأ لأحد أكابر العارفين بالله، كان له يعني أحوال مع الله، اسمه ابن الفارض، كان يقول عذب بما شئت. شو يقول؟ عذب، عن حاكي الله، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب. يعني يا رب شو ما بدك تعذب بس لا تبعدني عنك. فأصيب بحصر بول. شو أصيب بحصر بول؟ ما عندي يتحمل. فصار يخرج إلى الصبية في الشارع ويعطيهم الهدايا، يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. ما إذا شوية حصر بول ما عندي يتحمل. الله مقال لله عذب بما شئت ما تحمل. فسيدنا رسول الله علمنا عكس هذا. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء الأعداء واسألوا الله العافية. دائما يقول اللهم أسألك العافية، اللهم أسألك العافية. يعني الإنسان ضعيف أمام اختبار الله. إذن العامل الأول حتى نطرد الأحزان والهموم والاكتئاب، أولا أن تجعل مرضات الله هي همك الأول، ثانيا أن تتعزى بالموجود عن المفقود. طيب ثالثا وأخيرا أن تتهم مشاعرك. ربنا شو قال بسورة النساء لما واحد بكره مرته؟ فقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قبل ربنا قال اللهم صل على سيدنا محمد، قال فعسى فكرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت إذا كرهت زوجتك شو عرفك أنه ممكن هاي الإنسانة هي اللي فيها الخير، ممكن مستقبلك عندها. لا تنظر الآن، اتهم نفسك دائما، قل لعل الله أراد بهذا الشيء، لعل رب ضارة نافعة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فدائما اجعل حسن ظن بالله، وإذا رأيت أمرا ظاهره نقمة ظاهره عذاب أكيد في الحكمة. وهذا كثير أنتم بتعرفوا في حياتكم، أحيانا إنسان يكون مخطط لأمر مرتب أمر يقول الحمد لله أنه أنا ما تورطت، الله حماني، صح ولا لا؟ وكل واحد منكم يكفيه مثال بحياته. اللهم صل على سيدنا محمد. رب أمر
هذه الأبيات يذكرها الإمام الرازي: رب أمر تتقيه، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه. أحيانا أنت رايح عند واحد ما ولا بتقبضه بتشوفه، ما الله عز وجل بيجعل الخير عند هذا الإنسان اللي أنت مطايقه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب عنه وبدا المكروه فيه. يعني أنت غاب عنك الشيء الصحيح المحبوب الخير وظهر لك المكروه، بس الله له حكمة. ما تراه عذابا قد يكون فيه الخير لك، قد يكون فيه السعادة لك. لا، دائما اتهم نفسك. إذن ثلاثة أمور تساعدنا على طرد الهموم والأحزان: أولا أن نجعل الهموم هما واحدا، ألا وهو مرضاة الله عز وجل. ومن جعل الله ومرضاته همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه أمره. ثانيا أن نتعزز وأن نتسلى بالموجود عن المفقود، وأن ننظر إلى نعم الله في أيدينا وأن لا ننظر إلى الناس. فإذا إنسان رأى نعم الله عليه ترك، حمد الله على ما هو فيه. فمن أصبح أو أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. ثالثا أن تتهم نفسك، فما تراه شرا قد يكون الخير كل الخير. اللهم يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أبعد عنا الهم والحزن، أبعد عنا الأحزان كلها. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.